رصدت مصادر حقوقية فتوى أطلقها خطباء مساجد يتبعون ميليشيات الحوثي تقضي بجواز قتل الأبناء لآبائهم إن منعوهم من الالتحاق بصفوفها. ونقلت المصادر عن مصلين في عدة قرى بمديرية أفلح بمحافظة حجة شمال غرب اليمن أن خطباء الجمعة اتفقوا على أنه في حال منع أي ابنه من الالتحاق بصفوف جماعة الحوثي أو دوراتهم الجهادية الثقافية يجوز لابنه قتله.